كلنا سوا بنسأل هيدا السؤال المهم، ما هو الهدف من التدخين؟ هل هو للترويح عن النفس أو لإحراق النفس؟ خلونا نحن وياكم نتعرف على الهدف من التدخين. التدخين هو عملية يتم فيها حرق مادة التبغ، وبعدها يتم تذوق الدخان أو استنشاقه، وتتم هذه العملية في المقام الأول باعتبارها ممارسة للترويح عن النفس، وينتج عن احتراق التبغ العديد من المواد الكيميائية وفي مقدمتها النيكوتين، المادة الفاعلة في المخدر، مما يجعلها مادة متاحة للامتصاص من خلال الرئة.